السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بألف خير. وسام نايت، ورجعنا لكم بمقطع جديد. ومثل ما عودكم بالمقطع الماضي إنه اليوم بدنا نستعرض بعض الحركات والسكنات اللي عندي وتأثيرها على اللاعب، وإمتى بستخدم الأسلحة على أي مسافات من اللاعب، ونشوف تأثير الأسلحة ونستعرضها مثلا بالواي، نشوف نعملها الشو، ونشوف هيك بعض الأمور يلي حلوة كتير ممكن تشوفها انت بأسلحتي واللي موجودة عندي. أول شي أنا اخترت جيت، حتى لأنه جيت وبس بالنسبة لي بالبوليجون، لأنه الالتيميت تبعه كتير حلوة، فهون بطير بالهواء بدرب ايمي زيادة شوي. فجيت، خلينا نكون مع جيت ونعمل له أول شي رح نبدأ بالسبيكترا. هو اللي بدأ بالسبيكترا هو شلون اوكي، هاي السبكترا اللي معي يعني مش ما بيعمل ريلود بالبوليجون، ولكن فرجتكم يعني ما بعرف ممكن من هون نساويها نجرب. هاي هي، تمام، شايفين الافكت هو بيعمل ريلود كثير حلو. خلينا نشوف. إذا كان إيمك كتير حلو على الهيد شوت، سبكترا سلاح كتير حلو، والريلود تبعه كتير هيك كيوت محبوب. أوكي تحمست، خلينا نكمل. خلينا نشوف شو كنا، شو عنا الشريف. أوكي سوري، حلو الريلود تبع الشريف. نرجع نعمل الريلود، كثير 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 حلو. اوكي، يعني هاي الشريف اللي عندي كتير حلو صراحة، كتير حبيته. ديرين سودار اسمه بالتركي، ما بعرف شو اسمه باللغات التانية، ولكن كتير 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 يعني حبيته لهالشريف. ومثل ما خبرتكم المقطع الماضي انه انا اشتريته من نايت ستور، يعني من السوق الليلي اللي بيجي فيه حدود كتير. طيب شو عندنا؟ خلينا نشوف غير هيك. مثلا شو عندي؟ البولدوغ، خلينا نجرب البولدوغ. خلينا نجربه على اوكي، يعني ما في شيء ينشرح صراحة، يعني حبيته. طيب شو السبكتر عنا؟ شو ضل عنا؟ نشوف الفندل. يس الفندل، خلينا نشوف الفندل. اوكي ريلود، ايش ريلود هلا؟ شوف ركزت على الريلود. ايوه خلينا نرجع نعمل الريلود نجرب. الداش اللي بضربه لقدام يا جماعه بيهدني هد، خاصة لما يكون بال
بالديفنس بيكون كتير صعب، يعني بيكون مثلا عندك أربعة أو خمسة فايتين من هالمكان هيك، يكونوا جايين هيك، تمام؟ أنت بدك تشيل الأول وبدك تعمل داش مثلا. شو بتساوي بالغلط؟ شو بتساوي بالغلط؟ بتعمل هيك، تجي هيك مثلا تشيله وبتعمل داش لقدام، أنت انتهيت، فزت بين أربعة، يعني على فرض أنك شلت الخامس مثلا. طيب، أوكي. يعني كثير حلو، حبيته كثير حلو. هيك المسافات بعيدة بتحس طريقته ثابتة، يعني إذا المسافات بعيدة بتحس طريقته كثير ثابتة، كثير فيه ثقل يعني السلاح. طيب خلينا نجربه بالسبايك. أوكي هنجربه، نجربه هون. خالصين؟ اوكي. طريقته بتحس فيها ثقة، يعني منيحة مو سيئة. طيب اصدقائي، بنكون هيك وصلنا لنهاية المقطع، ان شاء الله بيكون عجبكم المقطع. اذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول ما ننزلها على القناة، وما تنسوا تدعمونا باللايكات وبالتعليقات. ونشوفكم بمقطع جديد، وبيس اوت.